يلا بينا. الحمل مثلا عندك راجل الحمل اطيب بكتير من ست الحمل، اطيب بكتير وسهل انك يتنازل عن حاجه ويتناقش وممكن يغير رايه. صح. ست الحمل عنيده جدا جدا جدا. اوكي. نيجي لبرج الثور، الاثنين صعبين جدا جدا جدا، راجل وست. ما ينفعش يعني، من الابراج الصعبه جدا اللي لازم تنقي الوقت وتنقي الطريقه والدخله اللي بتتكلم معاه فيها في اي حاجه، سواء عاطفيا عمليا ماديا اي حاجه. كتالوج يعني. الشخص بالظبط هم عندهم مبادئ او في سيستم ماشيين عليه، اللي يعرفه ويعرف مفتاح السيستم بتاعهم ايه، الموضوع سهل جدا بسيط. اوكي. برج الجوزاء زي ما قلنا من شويه، الراجل بالنسبه لي اسهل بكتير من الست. اوكي. سرطان، نيجي للسرطان. راجل السرطان طيب بس بيشغل دماغه مع البنات بس. لما يحب، لما يبقى متجوز، اذكى مع البنات اكتر من عمليا. اوكي. لكن طيب مش مؤذي. اوكي. لكن نيجي لست السرطان. ست السرطان طيبه بس غبيه او دراما كوين. دايما بتهول المواضيع، بتعمل حاجات بزياده بتبوظ كل حاجه. لان هي عامله زي قبل النظره، واقفه عايزه كل حاجه في مكانها، ماسكه عصايه في عمليا وعاطفيا ومع اهلها. اوكي. طبعا. فطريقتها هي اللي بتضيع كل حاجه. نيجي مثلا لبرج الاسد. الشخصيتين قويه، الراجل قوي والست قويه. اوكي. الشخصيتين صعبين شويه كتير. اوكي. اذكيه كتير، بس ست الاسد اقوى من راجل الاسد. لان ست الاسد ممكن تكون واضحه عن راجل الاسد. راجل الاسد هتلاقيه عايز يعني بيعمل شوي اكتر. بيعتمد على الشو اكتر. اوكي. نيجي لبرج العذراء. راجل العذراء برضو من الشخصيات اللي مش 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 دايركت، دايما بيبقى عايز المواضيع، بيتعامل مع كل الاشخاص اندايركت، مش دايركت، مش مباشر. بيتعامل معاهم سروع اي حاجه يعني، من خلال هنا اي حد اي حاجه، لكن مش صريح على طول، مش وجها لوجه بسرعه خالص. لازم يبقى في لفه بالظبط. وست العذراء برضو ست غامضه جدا جدا جدا، لان هي ممكن، هي بيقولوا عليها ان هي بتستحمل، هي ممكن تستحمل مره واثنين وثلاثه واربعه، بس تعالى بعد الرابعه او الخامسه يعني يا ريتك كانت عاتبتك مثلا من اول مره، كانت الموضوع يبقى الطف. بعد اربع مرات الدنيا بتختلف معاها، فذكيه جدا، بتاخر، عارفه، واخده من الصبر كتير، بتتاخر لكن بترد جامد جدا جدا جدا. فبرضو ست ذكيه جدا، وراجل العذراء ست راجل ذكي جدا جدا، بس راجل العذراء اذكى من ست العذراء. اوكي. نيجي لبرج الميزان، الاثنين اقوياء جدا 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 جدا، سواء راجل او ست. هو ذكي جدا جدا، بس هو يمتاز بالبرود او بالهدوء. ممكن يبقى بيموت من جوه، بس هادي جدا. هي طريقتها ما عندهاش سقف يعني. طريقتها بتضيع كل حاجه مع انها بتبقى على حق طول الوقت. اوكي. برج العقرب، راجل العقرب ذكي جدا، ست العقرب ذكيه جدا جدا، بس الست اقوى. لان هي عندها الجراءه انها تواجه وتعمل والكلام ده كله. هو لا. تمام. اوكي. سابي قبل الفاصل كنا وقفنا معاكي عند صفات برج القوس. ست اذكى بكتير من الراجل. اوكي. الراجل الذكي بس في القوس هو اللي من يوم 1/10 سوري، من 1/12 ل 10/12. دول بس اللي في القوس الاذكياء، اللي في 11 وفي بعد 11 12 لا. لكن الست ذكيه، ذكيه جدا. الجدي الراجل، الست اذكى من الراجل. اوكي. عمليه اكتر. الراجل بي برضو مش دايركت، بيحب يهرب، سلبي. برج الدلو، الراجل ذكي جدا جدا والست ذكيه جدا جدا، الاثنين اذكياء كفايه جدا جدا، وبيعملوا كل حاجه ممكن تتعمل في كل حاجه. اوكي. هما بيتلونوا على حسب الناس اللي قاعدين معاهم. تمام. اوكي. برج الحوت، ست اذكى من الراجل بكتير. الراجل قوي وذكي وكل حاجه، بس الست اذكى منه بكتير بكتير، لان هي باكج بيبقى فيها حاجات كتيره قوي، وبرده بتعرف تتلون او مش تتلون، بتعرف تتعامل مع كل الناس في كل الظروف. اوكي. كده خلصنا خلاص ال 12 برج.